قلبي. شنو بعد السلعة فرحان اليوم تغني؟ الحمد لله. لا انا حمي عبيت شوي باش ناكل وهاني مروح على روحي. كمل الغناء. والله كي زيتونه ردوا على قلبي والله شوفوا محونه. والله الجو لاباس هاك تشوف فيها قايلة زارقة. نطلبوا في ربي على شوية مطر يعطينا شوية مطر باش نعيشوا. ايش خير من هذا؟ حمال اليوم عبيت برشا فلوس على اليوم. والله هاي مكدس ايش حتى حق 5 سنين ما لقيتهم. مش اختاني خليني نمشي. هاني سوسن في حال وني في حال. شكون سوسن؟ هاي موعد هاو بدورونا للموعد ماله. سوسن في الموعد اليوم. اليوم في الموعد. سميتها سوسن؟ امه هذيك. هذيك امي من الغير هذيك ما تحاسبنيش هذيك. الكلهم يحاسبوني خويان وامه وخويا والدنيا الكل. اما هذيك تاكل انا وياها ونروح على روحنا. تخدم وساكن. تخدم ها كان عطيت اكلت ما عطيتهاش هاي قاعد هاك تشوف فينا زواولة ها الحالة حليل وقد مالها فنان. والله كزيتونة هاي هاي ردوا على قلبي غير الوقت وليد عمي باقي ما بقى نجي في كريته خليه للدنيا. الحمد لله عمرك 50 سنة لهنا في المرشي حتى ترسيم ما ثماش كرني تاع دواء ما ثماش منين الحمد لله منين 50 سنة اقدم حمال هنا في المرشي ما اخو على الوالدين هذا الاول عنده من عام 80 منين. يعطيك الصحة بارك الله فيك بابا. انت مجاهد وعندك عائلة ونعرفوا الخدمة باهية والانسان انتم الواقفين تحت الحمد لله وبالاحلال موكل وليداتي ويا ربي ولك الحمد والشكر في اخرتها موت اخرتها موت. هاني اليوم معاك قول والله اعلم. تبدا تغني كي تبدا الخدمة ولا كي تكمل الخدمة؟ والله كذا ساعة تجينا موسى كاية والجو ذري حافل يا ربي ولك الحمد يا موسى حافلة اليوم. كتاب حياتي يا عين ما شفتي زي كتاب الفرح في صدرين والباقي كله عذاب. مدام راكم شيخة عاد بالغنية في الدار. ما لا لا الدنيا والجو يا سايب عاد سايب خلي تمشي سوس. لحظة خلينا نكملوا لحظة خلي سوس ما حذانا خلي سوس. خدام حزام وبو عيلة ما نحملش العشاء ذليلة نخدمش حتى حمال خير لي من نقعد بطال. ضحكوا علي وعايروني عجل شافوني قليل حقروني. ما يحقرك حد انت راجل وسيد الرجال. والله حقرون على خاطر الزواولة معاك القرش تسوى قرش ما معاكش ما تسواش. انت تسوى ونص. نسوى ونص ان شاء الله عند ربي عند الله. نحكي ونبداو في الخدمة. الخدمة ذي وقتاش بديتها عمرك؟ عمري 6 سنين نتبع بابوي زواولة كي انا كي هذا قدم انا نتبع بابوياتنا هربنا من القراية ونتبع بابنا هذا شوف كلها جديدة كان هذا هو قديم ها. كعيبيات قدم الصغرى بوك كان حمال وانت خديت هذا المشروع كركر فيها بالبرويتة فهمت القطعة بدوره ثماش واحد يهز صندوق كما كيف نلوح بخيار شتام عبي بالبطاطا تاو شبيبة البلاستيك اختنا اي وانت اه وانت هاني شديت الورثة ورثة حمال خدام حزيم مو بوعيلة قلت لك ما نحملش العشاء ذليلة نخدمش حتى حمال خير لي من نقعد بطال. ضحكوا علي وعايروني على الجيل شافوني قليل حقروني. ومن بعد عملت شريط سوسن هذه كيف خذيتها سوسن؟ لا سوسن كيك داخله خارجه كل عام ناخذ حويش. شو اسمها سوسن؟ ما كانتش ما كلمتني واحده قالت لي راني اسمي سوسن. قلت لها سوسن انت تاع مهالك اما هذه تاع خبز هذه اللي تجيب الخبز. شنو معناها مهالك؟ انت تعرف انت قد ولدي كي وتعرف انا اكبر منك راني فهمت؟ كنت تتفرج فيك المراه تو تسمع سوسن. تعرض لي انت وياه غير تلقى الخبز ما شبعانه لاباس الدنيا كلها مريقلة ما على باليش نحيت لها الشراب عندي 25 سنة يا ربي ولك الحمد. وتو تو ولا عندي 5 اللي غليت بطل. لا ولا مش غليت ما يهمتيش ما عندي علاش نخمم سلم ربي وذراعي ما جيب الفلوس موجودة والحمد لله وليدي. والمرأة لاباس عليها في الدار كل شيء موفر لي. لا يا ربي ولك الحمد. ناوي تعاود بالثانية؟ اه ناوي تعاود بالثانية وقت هذايا عندك الكرهبة ولا مرأة رد بالك تاخوهم في الوقت هذايا ولا تبدلها. ولدي قدك انت تو ربي يفضل هو نعرس لك وليدي. قال لي بابا واش باش تاخذني؟ خذ كريبه. قال لي خذيت لي امراه. خذ امراه. قال لي خذيت لي واحد قرض باش تاخذ. فالوقت هذا بابا خويا صعب اليوم والكرهبه كان العرس كانت الحشمه وكان القدر وكانت القيمه فهمت؟ كي تراها بعد عام واختبط ولا حاجه كان ليله عرس تو حاشاك العريه هكا تشوف ربي عاطينا شنو حتى المطر هاي تغيم وتهرب مني حلو انا اسمي شكري لبرع ايه فهم الشباب قبل تنوعوا شباب تو نوع شنو الفرق ما بين قبل وتو؟ تو كثر الفساد ياسر قبل كانت الحشمه ما انت قلت لي قبل كنت ولدك ولا بنتك ما تحملهاش قدام بايك
انا وصلت 10 سنين كيف السيجار قدام امه 10 سنين تو حشيك 10 سنين و7 سنين كيف وكان عجبك والكلام البذيل والكفر والنفاق قبل كانت الحشمه ياس كان ثم القدر وثم الاحترام لا لقدر تر واحد كبير نهرب ونجر باهي ولادك انت علمتهم القدر والاحترام هاو يقول لك هاو يقول لك عندي زوج ولاد الله مصلي على النبي واحد في الدفاع والاخر شاء الله ربي يسهل عليه صلى ربي يسهل قارين ولاباس مثقفين بشيدهم باك بنيت عندي زوج العائله متماسكه الكل والحمد لله يا ربي وليك الحمد مستور يا ربي وليك الحمد الحمد لله يا ربي ما عندي ما نهزره كان فعلي ريتو فعلي فعلي هاني اليوم نشوف فارغين نرجع فارغين عند ربي سبحانه وتعالى ريتها شو ليك اكلت غطينا وشيخين ودي مزاج يا ربي وليك يا انا قلت خدام حزام ابو عيله ما نحملش العيش هذه الليله ما نخدمش حتى حمال خير لي ما نقعد بطار ريت مرتوك تشد القهوه شد القهوه عليها ما باش نولي نقطع وفريش في فلان وفلان وفلتان وكي نخدم على روحي هكا يا ربي وليك هاني زيه لقيتني زيه يا ربي وليك الحمد كملنا من هنا نروحوا نطيبوا بريد نطيبوا بريد تي وشنو تحب انت الغنيه مثلا؟ اعطيني شنو غنيه يا كي من التراث يا سلاح يا قمح البالوني اش عندك فيه خليه حتى وحده بساقيك يجيك سيب لي خلينا نخدم على روحي خلينا نخدم على روحي.